السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بتمنى السلام للجميع. هلأ بدي أعرض عليكم الدروس المحوسبة مع أمنياتي الاستفادة منها. طلابي الأعزاء، بتمنى قبل البدء بالدرس يكون الكتاب بين إيديك عشان تربط بين الشرح والمادة اللي بدي أطرحها عليك. أول إشي إحنا بدنا نبلش هلأ بالوحدة الثانية اللي هي الأخطار الطبيعية والبشرية. رح نتناول بهاي الوحدة الدروس التغير المناخي، البراكين، الزلازل، الفيضانات، الحرائق وموجات الحر والأعاصير. درسنا حاليا عن التغير المناخي. الأهداف اللي رح نتعرف عليها هي التغير المناخي، مفهوم التغير المناخي والغازات الدفيئة، تعداد الأسباب اللي بتؤدي للتغير المناخي، نستنتج نتائج التغير المناخي، ونشوف موقع الأردن في العالم والسلبيات اللي ظهرت على وطننا، تقدير نعمة الله تعالى على توازن الطبيعة. أول إشي بدنا نتعرف على مفهوم تغير المناخي، هو إنه بتغير عنا الظروف المناخية. الظروف المناخية اللي هي حرارة والرياح والتساقط اللي هو الأمطار. خلينا نشوف هاي كيف بصير عليها تغير أو بنشأ عليها اختلال، بتتغير، بتختل، بتخرب. هذا الإشي اللي بيميز كل دولة عن أخرى أو منطقة عن الأخرى. بداية بأكد العلماء أن الأرض شهدت تغيرا في مناخها في السنوات الماضية زمان. وإذا نتطلع هون على الرسم البياني رح نشوف أنه بال 1975 لا 2015 طلعوا كيف عنا السهم بيزيد. هاي اللي هي درجات الحرارة ليش قاعدة بتستمر بتتزايد باستمرار. لازم نعرف ليش درجة الحرارة ازدادت من طلعه من 1975 لل 2015، كم صار عليها تزايد. لازم نشوف الأسباب النتائج ونشوف إيش الحلول. أول إشي بدنا نتفرج على أسباب التغير المناخي. التغير المناخي عنا أسباب تغيره اللي هي النشاط الصناعي وغاز الميثان اللي بيصير من مزارع الأرز والنفايات، وإزالة الغابات بشكل واسع. هاي هي أسباب. خلينا نشوف شو هي ظاهرة الاحتباس الحراري أو شو هو الاحتباس الحراري. أول إشي خليني أحكي عنه اللي هو ارتفاع نسبة دخان المصانع وإزالة الغابات يعمل على مضاعفة الغازات الدفيئة. الغازات الدفيئة، لما أحكي غازات دفيئة معناها ميثان، أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون. هاي الغازات مسؤولة إنها تحبس الحرارة داخل الغلاف الجوي، يعني تحت طبقة الأوزون، وزيادة درجة الحرارة في كوكب الأرض. كوكب الأرض بتزيد الحرارة. خلينا نتفرج هون على الرسمة عشان نعرف شو ظاهرة الاحتباس الحراري. هاي الرسمة اللي هون حاليا، هاي الأولى هي الحالة الاعتيادية اللي لازم تصير. عنا هون كوكب الأرض، هاي هون كوكب الأرض، وهاي الشمس. الشمس تعطي إشعاع شمسي زي ما أنتوا كليتكم بتعرفوا. هلأ الإشعاع الشمسي لما يوصل الأرض بينعكس، لما ينعكس بده يرجع يرتد لوين؟ بده يرجع يرتد للغلاف الجوي، يعني لبرا، حتى الغلاف الجوي بيطلع لبرا الغلاف الجوي. هلأ اللي هون بضل اسمه غازات دفيئة اللي هي الميثان أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون. نشوف ظاهرة الاحتباس الحراري اللي هي عندي هون بالرسمة الثانية. عندنا هون الأرض وهي الشمس، والشمس ترسل الإشعاع الشمسي. هلأ الإشعاع الشمسي دائما لما يوصل للأرض المفروض إنه ينعكس زي كيف ما شفنا بالرسمة الأولى. هلأ لما أنا يتكون عندي غازات دفيئة وتزيد، طبعا حكينا إنها هاي بتزيد بسبب المصانع، هاي الغازات الدفيئة لما تزيد عندي هون بتعمل حجب وبتضلها جوا الغلاف الجوي، هيها ما رجعت انعكست. بما انها ما رجعت انعكست يعني انا صار عندي فوق سطح الارض شو؟ غازات دفيئة. هلأ من خلال هذا الشكل المفروض ان احنا توصلنا للسبب الرئيسي للاحتباس الحراري، او السبب اللي بيخلي الحرارة تضلها ما تنعكس برا الغلاف الجوي. السبب الرئيسي هو الغازات الدفيئة اللي هي وسببها زيادة الغازات الضارة مثل دخان المصانع
وإزالة الغابات. طبعا إزالة الغابات شو دخلوا بالاحتباس الحراري؟ الغابات كليتكم تعرفوا إنه الأشجار تعمل على أخذ ثاني أكسيد الكربون وبتعطينا بداله الأكسجين. طيب بما إنه أنا بزيل هاي الغابات، يعني أنا ما عندي حدا يأخذ ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع عندي من المصانع، معناته رح يضله عندي موجود بالأرض ورح يقلل من انعكاس الشمس زي ما شفنا هلأ بالرسمة اللي قبل. وهون رح يضله في عندي هاي الغازات الدفيئة ورح يصير في عندي ظاهرة الاحتباس الحراري، وكليته هاد بيكون من صنع الإنسان. نتائج التغير المناخي. طيب بعد ما صار عندنا تغير مناخي وصار عندنا اختلال في المناخ، شو بصير في عندي نتائج؟ تغير في أنماط سقوط الأمطار والثلوج. وهلأ حاليا كليتكم بتشوفوا إنه والله مثلا السعودية عمرها في حياتها ما صار فيها فيضانات بسبب الأمطار، لأنه هي مناخ صحراوي والأصل قلة الأمطار فيها. وآخر فترة كتير سمعنا أو كتير شفنا في الأخبار إنه هاي ظاهرة منتشرة. ثاني إشي انتشار الحرائق الطبيعية. كيف بصير عندي انتشار في الحرائق الطبيعية؟ لأنه أنا عندي جفاف وارتفاع درجات حرارة بساعد في انتشار هاي الحرائق الطبيعية. ثالث واحدة اللي هي ذوبان الكتل الجليدية، عشان ارتفعت درجات الحرارة بيؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار، بيهدد التجمعات السكانية، لأنه هاي الكتل الجليدية مع ارتفاع درجات الحرارة رح تدوب، لما تدوب رح يزيد مستوى المي بالبحار، وبعدين رح تهدد التجمعات السكانية. زي انت جيب كاسة عبيها كليتها مي وحط فيها هيك تلجة وخليها تدوب واستنى على هذا التلج يدوب، رح تلاقي انه الكاسة بلشت تتكب لأنه زاد فيها المي. نفس الإشي ظاهرة ذوبان الكتل الجليدية الضخمة. هلأ بدنا نحكي عن كوكبنا وكيف إنه صار بخطر، وخلينا نحكي عن المملكة الأردنية الهاشمية كيف صار فيها تغير مناخ، لأنها وقعت ضمن إقليم، لأنها هي واقعة ضمن إقليم البحر المتوسط اللي بيعتمد على مياه الأمطار. إحنا كتير بنعتمد على مياه الأمطار، ما عنا أشياء تانية نعتمد عليها. في السنوات الأخيرة صار في عنا نقص في الأمطار، وزي ما بنلاحظ كيف صار في نقص من 2003 لل 2011، وانخفاض في مستوى المياه الجوفية. ما عنا مياه جوفية، معناها إنه إحنا صار في عنا نقص في كميات الأمطار بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. هلا أغلب الدول قاعدة بتحاول تعمل على الحد من انبعاث الغازات الضارة، ومن أبرز هاي الدول اللي بدها تقلل من الغازات الضارة هي الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا. وجلالة الملك عبد الله الثاني شارك في مؤتمر بباريس حكى فيه كوكبنا بأسره مهددة بسبب التغير المناخي، وتبقى الاستجابة الفردية للأزمات ناقصة ولا تبلى التحديات التي نشهدها، وعليه يجب العمل بشكل جماعي وعلى المستوى الدولي وبنهج مستدام وشامل وبأسلوب موجه نحو تحقيق نتائج ملموسة. يعني إحنا كليتنا لازم نكون نساهم بالحفاظ على كوكبنا. خلينا نشوف إيش الأشياء أو المفاهيم اللي إحنا لازم نتعرفها، يعني زي تلخيص صغير هيك للدرس. عندنا أول إشي التغير المناخي والاحتباس الحراري. التغير المناخي هو الاختلال، التغيرات في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح والتساقط اللي هو المطر الذي يميز كل منطقة على الأرض. هذا مفهوم تغير المناخي. ومفهوم الاحتباس الحراري هو ارتفاع درجة الحرارة تدريجيا في الطبقة السفلى القريبة من سطح الأرض والقريبة من الغلاف الجوي المحيط بالأرض بسبب ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان اللي هي الغازات الدفيئة. هذا سبب الاحتباس الحراري. خلينا نروح على الأسئلة. الأسئلة موجودة عندك بصفحة 49. مطلوب منك حل السؤال الأول والسؤال الثاني ألف وباء، هدول واجب، والحصة والفيديو الجاي أنا بكون حليت لك ياهم إن شاء الله. خلينا نحل مع بعض هلأ السؤال الخامس. السؤال الخامس عندك بحكي املأ الفراغ، سؤال خامس صفحة 49. املأ الفراغ بما يناسبه فيما يلي: ألف بحكي من أبرز الدول المسؤولة عن انبعاث الغازات المسببة للتغير المناخي هي الصين
والهند والولايات المتحدة؟ هذا الجواب تكتب عندك بالفراغ. ب. ارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض مقارنة بما قبل الثورة الصناعية بمقدار 58%، بتحطها عندك بالفراغ. جيم. عقد مؤتمر التغير المناخي في عام 2015 اللي شارك فيه جلالة الملك في مدينة باريس. ودال. اللي هي من آثار التغير المناخي في الأردن جف مياه مجاري الأودية وانخفاض مستوى المياه الجوفية. وهون عندك صورة الدرس وكل إشي أنا حاطيت لك تحتيه خطوط وين جواب، يعني وجواب لكل إشي. وطبعا كل إشي هاد مشروح قبل شوي، نفس الحكي يعني اللي أنا شرحت لك إياه، بس هون هيوته موجود عندك في الكتاب. وهي صفحة 46 صفحة 47. وهيك وصلنا لنهاية الدرس، بتمنى تكون المعلومة وصلت للجميع وبالشكل الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.